انت لازم تطرق الاف البيبان اساس باب ولا بابين ينفتح لك. الطباعه صار لها 30 40 سنه ما تغيرت، الاكل، سفريات، كل شيء صار اونلاين، بس الطباعه ما تغيرت. اصعب تحدي شخصي انك تطلع من شيء ستيبل وتدخل في شيء انستيبل، خصوصا اللي حوالينهم بيكونون اكيد يشوفون الشيء بمنظور ثاني. قدمنا على برنامج بيبان، دشينا في مختلف الجولات معاهم على اساس يعرفون نوعيه البزنس بطريقه افضل ولا بطريقه اكثر، يعرفوننا احنا مين، شنو قاعد نسوي. عندنا هدف وقلنا بنوصل له اي كان، مع استثمار بدون استثمار، وهاي هدف واحنا بنوصل له. كان في خوف كبير، كان في ارق، كان في توتر، اما في نفس الوقت كان في حماس. ودائما الخوف بيكون موجود. فلا تتوقع أن حتى إذا أنت تميت تشتغل على مشروعك فترة طويلة أنه ما بيروح الخوف، لا، يتم موجود لكن شوي يقل، فيساعدك أنك تأخذ البوش.